المهم خوتي انا ادخلكم في الموضوع في بالموضوع نيشان اليوم كانوا دوك الوليدات دوك الوليدات اللي اللي, اللي مهم الشريفه العفيفه القمص كبيره وال 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 والاخ المحترم عزيز الياباني اللي باغي يدخل راسو في الطبيب تبوت باي طريقه زائد داك الابنه الجميله اللي هي امنيه مرحبا هاد الناس هادو كانوا في المحكمة اليوم الأمنية شنو قالت؟ دب بدا أمني أمنية، أمنية في المحكمة قالت لهم راه بابا دخلني الحبس أنا بابا كان هو. أنا كون كنتي بنتي كامل دخلك الحبس فهمتيني؟ عجاب الله اللي دخلك الحبس هو الفعيل ديالك انت مشيتي هزيتي رجليك في الامارات وجيتي وبهدلتي العالم وقيمك على هو راجلك فزتي عليه وهذه دخلتي للحبس ما بقاش تدخليني بنت الله يرضي عليك انا راه ما كندخل انا ما عنديش صور ديال الحبس كندخل ونخرج فهمتيني هادوك الفعل اللي درتي انت انا كنهضر مع الناس بالاداب الصواب داكشي اللي درتي انت راه في عائلك هما اللي دخلوك الحبس زائد نزيدك واحد القضيه قدام هاد الناس هادو ملي كنت كتهضري قول لهم راه انا بوالده بنت في الحرام قولي يعني لهم مرانا عندي بنت بلا قاعد قولي يعني لهم ما قلتيش لهم حيت ما قلتيش لهم انا غنبين لهم هذا الشيء هذا لانني انا غنوريهم البنت وغنوريهم كل شيء وغنوريهم حتى داك السيد اللي معاه بلا قواعد بلا والو هذا الشيء اللي غنوريهم انا فهمتيني لانني انا ما يشرفنيش باش تكونوا نتوما أه ولادي ما يشرفنيش انا هذا هو الواقع انا كنجيكم من الاخر فهمتيني لان كما قلت لكم المحكمه باش محكمه مرحبا و1000 مرحبا المحكمه باش حكمات دابا المحكمه خاصها تزيد تعيد النظر معتنا هو المهم داكشي ديالها المحكمه هي انها أنا هي ان غادي يجيبوني انا وغادي يجيبوا امكم الكبيره وغادي تشوفوا الواقع داك الساعه في المحكمه غادي تشوفوا الهضره كيفاش جيره تما غنغاد غنعرفوا بان السيده هذه من 96 الى يومنا هذا ما من كتمشي وشكون هذا اللي كان كتمشي معاه ويعني فهمتيني واللي قبل مني حتى انا حتى هو الشيء اللي بغينا نعرفوا هنا غير ان الانسان بانت لكم موس ماهر زعمكم وعطاكم شويه فلوس دخلتوا هجمتوا على عادل عادل لقيتوا دري الله يعمرها دار قلب كبير الله يعمرها دار صافي ولا ولا بنادم كيهضر ولا واحد كيقول لك انا كتهدد ليا ولادي اجا اللي كتقول لهم في المحكمه كيهدد ليا ولادي فهمتيني واش عارف الهضر كيف الجيره وسير ديال البوليس فهمتيني قلت لك حضيم من ولادك حضيم من ولادك عاد قابل لي ولادي انا هذه وحده المهم هادشي ماشي كامل انا كنقول قدام هذا انا نهار الزبيده راه نهار اللي غنشدك غنتقبل امك عينيك هذه من الاخر انا كنقولها قدام قدام العالم دابا دابا العالم كيسمع الزبيده داك دا اللي كنت كتهضر قبيله لا كطيب كطيطي طيب لي انت رجلك موسخين واش عقلتي انا سرقتي الباليزه من عند جواره

تا كان جو ورا غيصلخ امك وقلت ليه لا راه صاحبنا وما ديرش لي وما ديرش وانت صاحبي الناس ناعس يعني سرق لهم باليزه ديال الحوايج انت راجل وكتقول لهم لا عادي ولادي انت انا مولف انا كندير انا انا راه ولاد راه خارجين عام ها كيقول لك ما نعرفهم عاد نجي انت نجي نحقر لك ولادك ولا مالا ولادي بقاش كيمشي للمدرسه وانت يلاه باقي الدراري صغار عندك يا صاحبي كاين مدرسه عندهم هذاك تمشي للمدرسه وسير الله يمسخك من عندي المهم علينا شي اسي زبيده المهم باش شدك هادي بوحدة انا كنقول لك قدام العالم ماشي في انا كنهضر قدام الناس قدام لانكم نتوما حكاره هذا هو الواقع نتوما حكاره هذا هو الواقع شديتو وخلصوا عباد الله صحاب 200 درهم هذا 200 درهم داك الشيء اللي كانوا في المحكمه كنت تعاونها مع الناس ديال فلسطين القدس فهمتي اللي قال لكم العاصمه ديال ديال اسرائيل هي القدس كنتو تنوضوا تهضروا ديك الساعه ولا لكم عادي المهم لهذ الدرجه كون كان هذا عادي لشي بناي ولا صباغ ولا خضار ولا شي حاجه مسكين واحد كيدبر على راسو ما كنتيش غاتحماو عليه ولكن شي عادي الله يعمرها دار قلتو اللي كاين خوتي نقول لكم واحد القضيه المحكمه باش ما فهمتي باش ما حكمت انا كنقولها وكنعاود نقول انا معاهم ولكن يعطوني دلائل يعطوني براهين انا كنهضر حتى مع المحكمه كنهضر حتى شي واحد القضاء في خدمه المواطن مرحبا و الف مرحبا اما القضاء اللي غيحكم بالعاطفه حنا كاع نهضروا بالعاطفه من الاخر انا القاضي ديال العاطفه كنعرف القاضي ديال القانون الا يحكم لي بالعاطفه راه انا ما غن ما غن ما, ما لتا واحد انا نهضر معكم من الاخر اللي غيحكم بالعاطفه ما غنستجيب لتا شي واحد لان كاين القانون في البلاد وكاينه ش... كاين كاين الشرف ديال الانسان الانسان اللي ما يحافظش على الشرف ديالو بحال ديك السيده والده جوج ولاد ما محافظاش على الشرف ديالها كون كانت محافظه على الشرف ديالها الانسان ملي جوج في 96 كتقول لي لا انت هكا وكتهضر قدام الناس ولكن دابا القاتل اللي دبر عليها ولا ينصب عليها داك الشيء هكا راه هي مدبر على راسها هذا هو الواقع من الاخر انا نقول لكم هذه الفري هذا هو الفري فهمتيني انا مع القضاء ومع القانون ومع المحكمه ومع اي حاجه جلسة مرحبا و الف مرحبا هذا هو الواقع دابا هما دايرين لينا باش حنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتقابلوا وغادي نشوفوا كاع سيدي نديروا لا دي ان ومرحبا و1000 مليار معنا نديروا ألف مليار ديال لا دي ان انا نقول لك من هنا شي انا قبل ما ندير لا دي, دي لا والو نقول لكم بان داك 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 الزرق الكماره اللي هو كيقول لهم عزيز الخطابي هذاك راه ماشي يا خوتي هذاك ولد واحد خينا في العالم راه العالم كيعرفوا باش كون هو هو براسو راه عارف هذا هو الواقع البن قدروا نديروا شي حاجه تقدر تخرج ليا واحد النسبه يسب الشيء ديال الله ماشي مشكل لان كما قلت لكم هذيك السيده كانت كاريه حدايا وهاللي اللي كاين ولك ماشي شي حاجه ولكن هذا الشيء راه في 96 سالينا الحفله في 96 انا من 93 فهمتوا لي اخوتي من 93 حتى 96 سالينا الحفله صافي 93 96 ومن 96 الفوق هاد الشهود اللي غادي يجي يشهد معايا سي بوقطب السي قطب سمع هادي في الله عمري ما زيد بوقطب هذا واحد مشهود اسيدي هذا واحد الحقيقه ديال هذا بوقطب هذا خوتي انا نهضر معكم من الاخر بوقطب اسيدي كان واحد النهار مصاحب مع بنت خت الكبيره اللي هي خديجه انا كنت كاري فواحد واحد البيت عند المامون عند في دوار صحراوه عند في الدار ديال المامون كنت كاري بيت تماك وهاد بوقطب جابها بخديجه جابها عندي فهمتيني سكرنا كاملين جلسنا كاملين هكا كاملين ولكن هي كنسرق الفلوس الكبيره ديك الفلوس كتخلص منها من ثلاث شهور ثلاث كاين هذا هو بوقطب باش تقول لهم بوقطه شي حاجه وحده اخرى من غير هادشي راه ما كاين والو بوقطه انا نعطيك الفرشه ديال الحياه ديالك انت ولكن غادي نقول للناس ما تنشدك بيني وبينك وانا نعطيك الفرشه ديال الحياه ديالك كامله اما انا راه ما عندك ما تشد عليا هذاك سيديك السيده كانت كاريه حدايا انا كنقول امام العالم والعالم كامله عارفاني من 93 بالعلامه من 94 حتى 96 عامين كانين عند مسبعيه كاينين عندهم مسبعيه مسلميه راه كانت ساكنه حدانا ما عندها حتى علاقه مسلميه فاش جاب المسلم اللي بنت زور ما عندها حتى علاقه بهذا الشيء ولكن سبعي الله يرحمها مسكينه ذاك السيده الله عمرها دار كنا كارين عندها ولكن راك تكاري انا وكاينين واحد الناس وكاينين واحد الناس بيت 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 صافي من تما ل 96 اختي باقا عندنا بشي علاقه بيني وبينك دري ولدك زيد من 98 كاينه شي علاقه بيني وبينك ما كاينه حتى شي حاجه انا كنقول هادشي لخوتي المغاربه باش يفهموا باش يعرفوني راه انا راه غير دافعيني اقسم بالله انا كنعاود نقول لكم اي حاجه دار القانون انا معاه فيها انا راه ماشي كذاب وماشي نصاب وماشي حتى شي حاجه غلطنا في دي ديالنا اي ولكن ماشي غادي يجيو هاد الناس اللابه وغيبقاو يحاسبونا راه ما هذا هو الواقع لان انا كنهضر من القلب من القلب كنعاود لخوتي هذا هو الواقع من القلب اخوتي انا كنعاود لكم هذا هو الواقع نيشان نيشان وكل سيدي ديال الله اه واعترف واعترف وهني راسك وسام جهاد جهاد خويا وسام جهاد جهاد باش غنعترف نعترف بصاحبي بغاو ياخذوا بغاو يكونوا ولادنا مرحبا بهم في عندهم المشكل فهمتيني ولكن انا ما يمكنش ليا يكونوا عندي ولاد بحال بحال هذوك راه ما يمكنش واش واحد جوا ذاق الفلوس دابا في اليوتيوب ولا كل شويه يدير لهم لايف خوتي طلع هنا وانا واش ولد قال لك انا وليت كنغني الراب وغني الراي وانت اخويا ملي وليتي مغني ورا وليت ما كتسعى في هذا اليوتيوب نوض غنينيش انا صاحبي نعاونوك شي حاجه نكتبوها لك نكادو شنو بغيتي كثر من هذا الشيء هذا كثر من الشيء راه ما كاين حتى شي حاجه اخويا العزيز راه هذا هو الواقع اذا كثر من هذا الشيء هذا راه ما عندي ما عندي لك صافي كيفاش غنوض نعتصر بشي حاجه اللي هي ماشي ديالي واش نعترف بشي حاجه ماشي ديالي ولا بغيتو تدخلوني نتوما الا بغيتو نتوما على وجهكم نتوما نعترفوا انا خصكم ها نتوما ترضاو علينا وصافي نتوما تكونوا هانين حيت الا كنتو نتوما هانين حنا غادي نكونوا هانين هذا هو الواقع من الاخر كي جيتكم كاينه ولا ما كايناش كاينه الله يحفظكم ليا هادي خويا الله يكبر فيك نداوي دويت تي باش قتلت فرشه هادي هضره وسام خويا مرحبا بكم كنتي عارف راسك ماشي ولادك قامت ما تبدا تخرج في اللايف مول فاس كيقفز خويا انا أخرج عارف ماشي خارج في اللايف حيت عارفهم ولادي ماشي ولادي وراه انت راك ولدي انت اللي كتهضر دابا اللي مول فاس كيقفز راه انت اقسم بالله وسول عمك هي تقول لك ها اللايف اللي بغيت تبغي نهضر معك بحال هكا ايوا صافي راه ما تقول لي انا ما بول كيقفز انا كنوض نهضر على الهضره اللي كيقولوا كي انا هضرت انا تهضر دابا حط لي الدم حيت قال داك الامنيه قالت بان أنا انا اللي صيفطت الحبس يعني شوف سيدة مشات الإمارات وجابت جات الإمارات ودعي بها راجلها وهاربة على راجلها وجاية من الإمارات وما أش غادي نقول لك لأن كانت مرة بعدا هي باقا مزوجة وغادا معلقة الإمارات على <applause> هذا الراجل اللي مزوج بها ماشي راجل ما نورمال غيدعيها هي شي بنتي نقول لك واحد القضية مرة أخرى ما تبقاش تقول لهم راه هادي صيفطني الحبس السور ديال الحبس ماشي فيدي أنا راه كان كنهضر أنا البنت الله يرضي عليك فهمتيني ما تبغي تهضري هضري هضري على شي حاجه وهذاك وهذاك الاخرى اللي قالت لك التزوير اه حيت ما كيبغيش حيت الاخرى غادي انا نوريكم تزوير اقسم بالله تاغا تبعدوا على هذيك الكلمه ديال تزوير لانكم انتوما اللي زورتوا كل شيء نتوما امك هي المزوره الكبيره قدام انا نهضر معكم نيشان امك الكبيره وقمشي اللي زورات وهي اللي بصيني على راسها بانها والدكم من الزنقه هادشي هذا راه بالقانون انا كنهضر معكم بالقانون لان هذا القول اللي غادي يجي يقول لي انا وقف مع هذه السيده هذه باش غنوقف مع وحده هذه غنوقف مع لا فساد نجلسوا على الفساد مرحبا نوقفوا على الفساد الى الفساد غنوقفوا عليه شكون هذه هذه كانت كتسجل معايا من الاخر سجلت معايا ومع بزاف داكشي راه مشغول وما داكشي هذا الشيء اللي نهضر معكم اللي كنقول لكم هذه هذه الهضره اللي غنقول ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي هي فري انا نقول هضره اللي هي فري السيده أه نشدوا على الفساد انا ويا فساد كنا فساد شي حاجه من غير فساد ما يمكنش صافي شنو تقول لي من غير فساد شنو كاين علاش ما درتيش الورقات علاش غيعيطوا لي باي قانون باي حق فهمتيني السيده مزوجه بيا عندي بيا شي قاعيط هنايا شنو تقول لي شنو الفاتحه جيب لي شي شهود ديال الفاتحه عندك شهود واش شهود ش... ش... عباد الله شهود قدي انا شهود قدي انا ما فهمتش انا هما شهود قدي انا ماشي قدي انا صغار مني قد ولادي هادو اللي عندي دابا قدهم هادو هما الشهود فين كاينه هادي أخوتي خوتي هادي راه ما كايناش ما كاين لا هنا لا لهي لا لي لا حتى بلاصه ما كاين هاد القضيه هادي المهم اخوتي المغاربه نقول لكم واحد القضيه غير باش تفهموا انا نجيكم من الاخر من الاخر باش تفهموا هاد القضيه باش تنساو لا بغيت ما تنساوش كاع ما تنساو ما تنساوش نقول لكم هذيك السيده كانت كتفسد معايا فاسده وانا فاسده شي ما داز حنا ندخلوا على الفساد من الاخر هذوك الاولاد ولاد الزنقه انا نجيك من الاخر هذا هو الواقع داك البنت عندي معاه شي حاجه يقدر يكون عندهم لان حيت انا ملي كنت كنشوف شنو واقع راه انا نقول لكم اللي كان لان انا اللي عايش هذاك الشيء هذاك الدري راه ما مع عندي معاه حتى علاقه وما بيني شو بينه بغاو لا دي ان مرحبا المرحبا تشوفوا كل شيء انا كنقول لكم هذه الهضره من دابا فهمتيني باش حتى لا درنا لا دي ان باش تعرفوا بان هذاك الدري راه ما عندي ما حتى علاقه هذاك انسان كيقتات من الفيسبوك من اليوتيوب باغي يدبر على راسو الله يسهل عليه لقى لقاو الناس الله يعمر هذا لقى القلوب الرحيمه الله يعمرها هذا شغل هذاك هذا هو الواقع اذا انا شوف السي عزيز الياباني رانا ما كنعرفكش انا نقولك لك من هنا راك انت ما ولدي ما انا بوك بوك في العالم راه معروف كلشي كيعرفو راه هي امك تقول شكون هو بوك هاد السيده هادي ملي كتولد مع كلشي اذا هاد السيده شنو عليها صافي الشيء اللي عليها راه هو اللي غيكون ان شاء الله الرحمن الرحيم هادشي اللي كاين اخوتي ونموت عليكم وكلشي ديال الله هذا هي الحقيقه في الدقيقه اللي حبنا مرحبا واللي كرهنا نموتوا عليه وما عندناش غرام ديال المشكل مهم خوتي راينا كنموت عليكم وهذا هو الواقع من الاخر تسناو اليوتيوب ان شاء الله واحد كلمة مع الوانكم وكل شيء ديال الله وعليكم تصبح الله يحفظكم